بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا يخفى فضل العلم وأهله، لا يخفى ذلك على عاقل بصير، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلم هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة وبيان الحلال والحرام والأخلاق والآداب والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه في العقائد وفي المعاملات وفي مسائل العلم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويل. فالعلم هو النور الذي يسير عليه أهل الإيمان في الدنيا والآخرة، وهو الروح الذي تحيا به القلوب. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو الحياة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالعلم هو البصيرة، وهو الطريق المستقيم، وهو الهداية، وهو البصيرة. ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بهذا العلم لهداية البشرية إلى الطريق المستقيم الذي تسير عليه إلى ربها سبحانه وتعالى. ولا يخفى أنه بعد رسالة المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فيما بينها وبين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فترة طويلة اندرست فيها آثار الرسالات السماوية، وظلت البشرية والكتب التوراة والإنجيل حرفت وغيرت وبدلت، فصارت البشرية في ظلام دامس وفي جهالة جهلة وضلالة عمياء، لا يدرون أين يسيرون،
تخبطهم شياطين الإنس والجن يمينا وشمالا، تأخذهم الأهوى والنزعات والنزغات، فصارت البشرية تسير في متاهة لانقطاع العلم الذي جاءت به الرسل، وانتشار الجهل والأهوى. في هذا الجو المظلم رحم الله البشرية ونظر إليهم عربهم وعجمهم، فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على الدين الصحيح، ثم انقرضوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت البشرية بحاجة إلى رسول وإلى كتاب يهديها في تخبطاتها وظلماتها، فرحم الله البشرية وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبصر به من العمى وهدى به من الضلالة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا لمن أراد الله هدايته واستجاب له ولدعوته، وقامت الحجة على من خالفه وبقي في جهله وطغيانه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، لأنه لا عمل بدون علم ولا علم بدون عمل، لا بد منهما جميعا، الهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر الله المسلمين بهذه النعمة فقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل، أي في فترة الجاهلية، في ضلال، وليس ضلالا يسيرا، وإنما هو ضلال مبين، ضلال مستحكم واضح للظلمة، لأنه لا نور إلا بالوحي. فالبشرية لا تهتدي إلا بالوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى، ولا تهتدي باتباع الأهوى أو ما تستحسنه العقول أو العادات أو التقاليد أو الأنظمة البشرية أو القوانين الوضعية، كل هذا هلاك،
لأنه عن جهل ومبني على الظنون والأوهام والأهوى. أما الوحي المنزل فإنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قام النبي صلى الله عليه وسلم بما بعثه به ربه، فدعا الناس، واجه الناس وواجه البشرية، وهو فرد واحد عليه الصلاة والسلام، تحمل أعباء الرسالة وقام بمفرده عليه الصلاة والسلام في أول البعثة، عملا بقول ربه له: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. قام صلى الله عليه وسلم يدعو الناس لإخراجهم من الظلمات إلى النور، يدعوهم إلى كتاب الله عز وجل وإلى ما أوحاه الله إليه من السنة. هذا الذي يدعوهم إليه لصالحهم ولهدايتهم، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فقام يدعو الناس صابرا محتسبا متحملا لما يلقاه في طريق الدعوة من الأذى والاعتراضات واللوم والتوبيخ والتهديد، لا يخاف في الله لومة لائم. والله جل وعلا يقول له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. انضم إليه في أول الأمر الأفراد من المسلمين، أفراداً من الرجال والنساء انضموا إليه على خفية وعلى سرية تامة من خوف من المشركين. ثم ما زال المسلمون ينضمون إليه عليه الصلاة والسلام ويؤمنون به حتى كثروا. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، حيث وجد الأنصار، فانضم المهاجرون إلى الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت الدعوة وقام الجهاد في سبيل الله. ولكن هذا بعد عناء ومشقة وصبر ومصابرة منه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا مثلهم في التوراة، ومثلهم أي صفتهم في التوراة وصفتهم في الإنجيل. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقام بالأمر من بعده خلفاؤه الراشدون وصحابته الأكرمون، فواصلوا سيرته صلى الله عليه وسلم في الدعوة والجهاد حتى ظهر دين الله المشارق والمغارب، وبلغ هذا الدين مبلغ الليل والنهار، وسقطت دول كبرى وانضمت إلى راية الإسلام. سقطت دولة الفرس ودولة الروم بممالكها وقواتها وجنودها ورعاياها، دخلوا تحت الإسلام إما مؤمنون به وإما معاهدون وذميون ومستأمنون، فصارت السيطرة والسلطة لهذا الدين. تحقق قول الله تعالى ليظهره على الدين كله، فظهر دين الله على الدين كله. وقام بالعلم والدعوة العلماء من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون الناس ويعلمونهم ويرشدونهم ويبصرونهم، فهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. كل عالم يدعو إلى الله فإنه من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم في العلم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وكفاهم بذلك شرفا، يدعون إلى دين الله ويجددون الدين وينفون عنه غلو الغالين وانتحال المبطلين، ويبينونه للناس كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو دور العلماء. فالبشرية دائما بحاجة إلى العلم وإلى العلماء، فإذا لم يكن هناك علماء في بعض البلاد فإن هذه البلاد التي ليست فيها علماء تكون في جهل، وتتسارع إليها الأهوى والشهوات والشبهات والبدع والخرافات. ولا يكفي أن الإنسان يكون عابدا ورعا تقيا من غير علم، فهذا وإن صلح في نفسه وسلم من البدع والمحدثات، استقام في نفسه، فإنه لا ينفع غيره، وإنما الذي ينفع نفسه وينفع غيره هو العالم الذي يعمل بعلمه ويدعو إلى الله ويعلم الناس الخير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فالعابد مثل الكوكب، فيه نور قدر نفسه، وأما القمر وأما العالم ففيه نور له ونور ينور به الناس، مثل القمر ينير لنفسه وينير في الكون، هذا العالم وهذا العابد. حصل في بني إسرائيل رجل قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا، ثم إنه ندم وأراد أن يتوب من هذه الجرائم، فذهب إلى عابد فسأله أنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فاستعظم هذا العابد، استعظم ذنبه لجهله بالدين ولأنه ليس عنده علم، فقال له: لا، ليس لك توبة. فغضب عليه الرجل وقتله، كمل به 100. ثم ذهب إلى أحد العلماء فقال له إنه قتل 100 نفس، هل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا
فإن فيها قوما أو أن فيها رجالا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج الرجل تائبا ومات في الطريق، قبضته ملائكة الرحمة فنجا من عذاب الله بسبب فتوى هذا العالم المستنير بالعلم. فهذا فرق ما بين العالم والعابد الذي ليس عنده علم. والعلم لا يحصل عفوا، العلم لا بد منه، والعلم لا يحصل إلا بالتعلم والصبر على التعلم، لا يحصل عفوا بدون تعلم. كما تقوله الصوفية: إن الإنسان يجتهد في العبادة والذكر يفتح عليه، يفتح عليه بالعلم بدون أنه يتعلم كما يقولون. من الذي يفتح عليه؟ الشيطان يفتح عليه الشيطان ويزين له عمله. فلا بد من العلم، والعلم لا يحصل إلا بالتعلم، والتعلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى أمور. أولا يحتاج إلى علماء، فأنت لا تأخذ العلم عمن هب ودب، لا تأخذ العلم إلا عن العلماء المعروفين به، وهذا أصل من أصول التعلم، وهو أولا أن تختار عالما من العلماء المعروفين بالعلم والعمل الصالح، تأخذ العلم عنهم، لا تأخذ العلم عن نفسك أو عن الكتب والقراءة في الكتب أو سماع الأشرطة فقط وتحسب أنك عالم. هذا ليس هو التعلم، هذا ضرره أكثر من نفعه إن كان فيه نفع. فالعلم إنما يؤخذ عن العلماء بالتلقي، ولو أدى هذا إلى مشقة وإلى صبر وإلى سفر وإلى سهر وإلى طول مدة، لا بد من هذا. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. لا بد من التعلم ولا بد من الصبر، والتعلم لا يكون إلا على أهل العلم، لا يكون عن تخيلاتك وفقهك أنت وفهمك أنت وأنت لست مؤهلا، بل تقرأ في القرآن وتقرأ في السنة وتقول الحكم كذا وكذا. فما كل من يقرأ في النصوص يكون قد فهمها، الفهم له أصول وله قواعد وله ضوابط، كل شيء له طريق وله أصول، ومن ضيع الأصول حرم الوصول كما في الحكمة. فلا بد أن تتلقى العلم عن العلماء، لا تأخذه من فهمك أنت واقتصارك على قراءتك في الكتب، فإن هذا مضيعة وهلاك. وكم ضل من ضل بهذه الطريقة. فالخوارج لما انفصلوا عن علماء الصحابة وانعزلوا على أنفسهم واقتصروا على فهمهم، ماذا كانت النتيجة؟ لا يزال الإسلام يعاني من هذه الفئة المارقة، لأنها اعتمدت على فهمها وانفصلت عن العلماء واحتقرت العلماء واستقلت بنفسها، فصارت النتيجة ما تقرؤون وما تسمعون وما ترون الآن من ضرر المتعالمين واحتقارهم للعلماء وزهدهم في طلب العلم. ثانيا، لا بد من قراءة الكتب الأصيلة في العلم. لا كل كتاب
بل لا بد أن تنتقى الكتب المفيدة والكتب المنظمة التي تترقى بطالب العلم شيئا فشيئا، من المختصرات إلى المتوسطات إلى المطولات من الكتب. أما من يأخذ العلم من الكتب المطولة وكتب موسوعات الخلاف وهو مبتدئ، فهذا يضل ولا يهتدي إلى شيء ويتحير. فلا بد من أنك تمشي مع العلم شيئا فشيئا. ولهذا اهتم العلماء رحمهم الله في عمل المختصرات في الفنون، المختصرات المنضبطة المقعدة على القواعد الصحيحة، سواء كانت نثرا أو نظما، في كل فن مختصر. والعلم لا يؤخذ أيضا بعضه دون بعض، وإنما يأخذ طالب العلم من كل فن يستفيد منه ويعينه على الوصول إلى النتيجة. فلا يقتصر مثلا على قراءة كتب الفقه أو قراءة كتب التفسير أو قراءة كتب الحديث أو قراءة كتب اللغة أو قراءة المصطلح أو قراءة أصول الفقه، بل لا بد أن يأخذ من كل فن بمختصر يحفظه ويقرأه على العلماء ليوضحوه ويشرحوه ويبينوا له ما أشكل. فلا بد أن تأخذ مختصرا في علم التفسير، مختصرا في علم الحديث، مختصرا في علم الفقه، مختصرا في علم النحو، مختصرا في البلاغة والبيان. لا بد أن تأخذ هذه المختصرات لأنها يتصل بعضها ببعض ويخدم بعضها بعضا. فلا يكون هناك طالب علم بدون علم نحو، ولا هناك طالب علم بدون علم الفرائض والمواريث، ولا يكون هناك طالب علم بدون علم التفسير، ولا يكون هناك طالب علم بدون علم الحديث. والحديث والتفسير لا بد من دراسة مصطلحاتهما وأصولهما. فالعلم ليس هو بالأمر السهل تأخذه في يوم وليلة، لا بد من التدرج والترقي ومتابعة أهل العلم. ثم أيضا العلم لا يؤخذ في التجمعات والاستراحات والأسفار، وإنما يؤخذ العلم عن الأمكنة التي فيها العلماء والمدرسون، إما في الدراسات النظامية في المدارس في المعاهد في الكليات، الدراسات العليا دراسة نظامية فيها خير، فيها مقررات متدرجة من المختصرات إلى المطولات إلى الموسوعات، من المتون إلى الشروح، هي طريقة علمية صحيحة تمشي من أول سنة في الابتدائي إلى آخر سنة في الدراسات العليا. لا يفوت عليك منها شيء، فإن فات عليك منها شيء سنة أو يوم أو شهر فإن هذا يبقى ثلمة في معلوماتك ونقصا وانقطاعا في علمك. لا بد أن تصبر وأن تواصل وأن لا يفوت عليك شيء إلا وقد فهمته، ولا تبقى تجهل في بعض الأمور فإن هذا يكون عليك نقصا في علمك وحسرة في مستقبلك. فلا بد من هذا، أو أن يكون التعلم على العلماء في المساجد
في المساجد، وهذا هو الأصل، كان العلم يؤخذ في المساجد التي هي بيوت الله عز وجل، وأعظمها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته هو المدرسة العظيمة التي خرجت للعالم العلماء والقوات والمجاهدين من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وبقية المساجد وبيوت الله لها ما للمسجد النبوي من فائدة في الاجتماع بها وتدارس العلم فيها والتلاقي فيها، كما قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فلا بد من هذا، الأمكنة المخصصة لطلب العلم. أما الأمكنة المغمورة والمجهولة والخفية المنعزلة عن العلماء وعن جماعة المسلمين، فهذه تكون منظمات سرية ينتج منها الشرور على الأمة. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في شيء من أمور الدين فاعلم أنهم على باب ضلالة، أو أنهم مفتتحوا باب ضلالة. فالعلم ليس سريا، العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون سريا، وإنما يكون علنيا في المساجد أو في المدارس المعدة لذلك. أما الأمكنة الخفية والمجهولة فهذه إنما هي مواقع للفتن، نسأل الله العافية. فعلى طالب العلم أن يحذر، إذا أراد أن يتعلم يأتي إلى مواطن العلم ولا يذهب إلى المواطن المشبوهة أو التجمعات السرية، لأن هؤلاء لو كانوا على حق لما اختفوا ولا أظهروا علمهم للناس حتى يستفيدوا ويستفيد الناس منهم. فهذا العلم ليس أمرا سريا، إنما يكون السر في المؤامرات والأشياء الكيدية. أما العلم النبوي فإنه أمر علني واضح، والناس بحاجة إليه، فلا يكتم ولا يخفى في مكان خاص في المساجد. والمساجد ينتابها العوام والمتعلمون والعلماء والكبار والصغار، وكل يستفيد من هذا العلم الذي يسمعه. فهذا هو من طرق العلم، والذي يسير على هذا الطريق ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والطريق الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو يوصل إلى الجنة يكون بالسفر والرحلات لطلب العلم على العلماء، كما كان سلف هذه الأمة يرحلون إلى العلماء من عالم إلى عالم ويأخذون عنهم العلم، يصبرون على الغربة ويصبرون على الفقر، يصبرون على السهر، يصبرون على أمور كثيرة في طلب العلم. الجهاد وهو من الجهاد في سبيل الله،
حسبك أن موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله لما أخبره ربه أن هناك عبدا من عباده عنده علم ليس عند موسى عليه السلام، فسافر موسى عليه السلام وتحمل المشاق ليلتقي بهذا العبد الذي عنده علم ليس عند موسى حتى لقيه. قد ذكر الله هذه القصة في سورة الكهف، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقب. القصة بتمامها رحلة في طلب العلم من كليم الله موسى عليه السلام ليزداد علما على علمه. والله جل وعلا قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقل ربي ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما، ويقول جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم. وهذا من الطرق الصحيحة لتلقي العلم، أنك لا تقتصر على مرحلة معينة وتظن أنك وصلت إلى النهاية. العلم بحر لا ساحل له، ولست أعلم الناس، هناك من هو أعلم منك. فإذا شعرت هذا الشعور، والله جل وعلا يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إذا شعرت هذا الشعور أن ما عندك من العلم فهو قليل وأنك بحاجة إلى الزيادة، فإنك تسعى في طلب العلم والتزود وتكون ممن سلك طريقا يلتمس به علما. أما إذا ظننت أنك وصلت إلى النهاية وأنك في غنى عن المواصلة في طلب العلم، فحينئذ تخسر خسارة كبيرة ويفوتك شيء كثير، وتبقى في مرحلة بعيدة عن النهاية. فالعالم لا يشبع من العلم دائما وأبدا، يبحث عن العلم ليزيد ما عنده، ويشعر بالنقص دائما ولا يشعر بالكمال أو أنه أعلم من غيره. أو فطالب العلم ينبغي أن يكون كذا، ينبغي أن يعلم أنه ما عنده من العلم إلا النزر اليسير، وأنه بحاجة إلى الزيادة، ومهما استطاع أن يتزود فليتزود. سافر رجل من الصحابة رضي الله عنهم، سافر من المدينة إلى مصر على الراحلة، سافر لأجل أن يسمع حديثا واحدا عند صحابي في مصر. سمع أن هذا الصحابي الذي في مصر عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى مصر ليسمع هذا الحديث ويرويه عن هذا الصحابي. حديث واحد، سافر من المدينة إلى مصر على الراحلة ذهابا وإيابا لتحصيل حديث واحد، مما يدل على أن هذا العلم لا يأتي عفوا ولا يأتي بدون كد وتعب. ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ثم إن هذا العلم للجميع، ليس هذا العلم يكون للعالم خاصة، بل هذا العلم للجميع. فمن علم علما وجب عليه أن يبلغه للناس. قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع.
فالعلم هذا مشترك، فإذا علمت شيئا من هذا العلم فعليك أن تبلغه لغيرك. هذه وظيفة العالم، أنه ينفع نفسه وينفع غيره، كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر الذي ينير الكون للمسافرين وللناس، فالعالم كذلك. فوجود العالم في البلد أو في الإقليم أو في أي مكان هو نور من الله سبحانه وتعالى، إذا كان هذا العالم قائما بالعلم. أما إذا كان مخزنا لهذا العلم لا ينتفع به ولا ينفع به غيره، فما الفائدة منه؟ الكتاب خير منه، الكتاب الذي في الرف خير من هذا العالم المنطوي الذي لا ينشر علمه. وقد جاء في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا العلم ينفع صاحبه حيا وميتا، بالرواية أو في الكتب التي ألفها ينفع صاحبه إلى أجل لا يعلمه إلا الله. ثم تعلمون أن الأئمة ماتوا من زمان، لكن كتبهم وعلمهم موجود ينتفع الناس به، فالأجر يجري لهم في قبورهم على هذا العلم الذي ورثوه وتعبوا في تحصيله وورثوه للناس ينتفعون به. فلا حياة للناس إلا بالعلم، والعلم لا يحصل إلا بالتعلم، والتعلم لا يحصل إلا بصبر، والتعلم لا يحصل إلا بتتبع المراحل التي نظمها أهل العلم وساروا عليها، وهي كمراحل الطريق شيئا فشيئا حتى تصل إلى مبلغ من العلم ينفعك الله به وينفع به غيرك. ونحن الآن مبتلون بالتعالم والمتعالمين الذين أخذوا العلم من غير أصوله ومن غير مصادره، فكانوا بلاء على أنفسهم وبلاء على المجتمع. الجهال أحسن حالا منهم، الجهال أحسن حالا منهم. أما هؤلاء المتعالمون فجهلهم يتعدى إلى غيرهم. وهناك فرق بين الجاهل البسيط والجاهل المركب. الجاهل البسيط يعلم أنه جاهل فيتعلم، أما الجاهل المركب فهذا يرى أنه عالم فلا يتعلم. الجهل المركب والعياذ بالله أشد. والعلم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من الكتاب أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. لا بد من أن يكون هناك عالم رباني، يعني يربي الناس على الخير والعلم النافع، ولا بد أن يكون العلم مستندا إلى نص من القرآن أو نص من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلمين اليوم شبابا وشيبا وعامة ومتعلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن لا يزهدوا في طلب العلم في غمرة المدنية المعاصرة وفي غمرة الفتن والشرور. كلما اشتدت الفتن اشتدت الحاجة إلى العلم، لأنه لا يخرج من هذه الفتن إلا العلم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس
من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء في كل زمان ومكان، ونعني بالعلماء الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح الذي هو الهدى ودين الحق، اللذين بعث الله بهما رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذه جمل من الكلام على هذا الباب العظيم، ولا يتسع الوقت للبسط في كل، ولكن هناك كتب مؤلفة ورسائل في آداب طالب العلم والمتعلم وآداب المعلم موجودة، فعلينا أن نقرأ وأن ننفذها ونطبقها في مسيرة طلبنا للعلم، لأجل أن نكون في طلبنا للعلم على بصيرة حتى نصل إلى النتيجة الطيبة. أما إذا ضيعنا هذه الطريقة الصحيحة لطلب العلم وأخذنا بالطرق الأخرى فإننا نضل الطريق ونضل غيرنا أيضا عن الطريق. والمصيبة أن الإنسان المتعالم والجاهل المركب لا يقتصر ضرره على نفسه، بل يتعدى ضرره إلى غيره ويظنه الناس عالما فيقتدون به ويسمعون كلامه فيسير بهم إلى غاية ذميمة، نسأل الله العافية. فالعلم له أصول وله طرق وله بدايات ونهايات وله وسائل وغايات وله نتائج مباركات، لكن يحتاج هذا منا إلى أن نتعلم طريق العلم والتعلم قبل أن نشرع في التعلم. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.